متابعينا الكرام في كل مكان، طبتم وطابت اوقاتكم بكل خير. تتجدد التحيه الى مسامعكم، وهي تحيه الاسلام الخالده، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذا التواصل في ختامي المرموم. شكرا لزملائي على التواصل في التعليق في الأشواط الماضية. نتواصل في ثالث الأشواط في مساء هذا اليوم مع سن الذلل والزمول في انطلاقتها وتحدياتها في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق. الشوط الثالث يحمل الزمول المحليات الأصايل الانتاجي والمنتجين في انطلاقة أشواطها في هذه الأمسية في هذه الليلة وفي هذه الانطلاقات. نندفع مع المراكز الأولى، نتعرف على مياس من يقود مسار الشوط. رقيط بن سيف بن رقيط الغفلي يتقدم، ولكن هناك أين المركز الأول؟ وين مبعد اللي في المركز الأول؟ محمد بن راشد بن تريس الظاهري يتقدم، هو الذي يقود الشوط بالمركز الأول، بينما يليه مع المركز الثاني اللي في المركز الثاني هذا مياس رقيط بن سيف بن رقيط الأغفلي ياتي على ثاني المراكز. أما المركز الثالث شباب ياتي في المركز الثالث، محمد بن سعيد الكتبي ياتي على المركز الثالث. المركز الرابع أشوف رابع المراكز يتدخل ويتقدم، هذا ياتي في صياد، صياد يتقدم، نعم هذا هو رقم 39 صياد عوض بن خويتم بن بخيت العامري يقدم صياد على المركز الرابع والمركز الخامس، خامس المراكز من الجانب الاخر. بنشوف تدخل او على المركز الرابع هذا اللي تواجد واللي انطلق، ولكن هنا ياتينا في هذه اي الانطلاقه وهذا الاندفاع. أشوف الفارس يتقدم، حمود بن محمد بالحوتة العامري ياتي على المركز الخامس المركز السادس، سادس المراكز، وهذا هداد محمد بن مبارك برويس الكتبي على سادس المراكز. أما المركز السابع فبنلقى في سابع المراكز شاهين خالد بن سعيد بن بروك الحميري، المركز الثاني المركز الثامن وهذا زعفران من الجانب الآخر. علي بن محمد بن مطر بن هلال الكيبالي ياتي في المركز الثامن. المركز التاسع مهيض محمد بن سيف بن ماجد المزروعي ياتي في المركز التاسع. وين العاشر يا راعي مصيحة؟ شوف 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 هناك العاشر اللي تدخل. عموما على كل حال هذه العشر وبنذيع العشر في هذه المسافة. اتضحت أمور المركز العاشر ورقمه على رقبتي لي نتمكن من إذاعته، هذا حشيم رقم 55 علي بن ناصر بن عبيد الدرعي، هذا هو. هذه العشر المراكز من الزمول، الزمول الأصايل المحليات الإنتاج تنطلق في هذا الشوط في ثالث أشواطي مساء هذا اليوم في هذه الانطلاقة وهذا الاندفاع. أكملنا النداء الأول، ذعنا العشر المراكز الأولى، وبعد العشر لكن هناك اسماء، هناك شعارات، هناك الكثير والكثير من هذه الانطلاقة من هذا الاندفاع الجميل والرائع. شعارات أبناء الخليج، شعارات أبناء القبائل في الخليج، ملاك الأصايل ومحبي هذه الرياضة كلهم قادمين إلى المرموم، إلى المرموم دار المكتوم على الرحب والسعة دائما مثل ما اعتدنا بهذه اللقاءات الجميلة. وهذا الصدر الرحب دائما في المرموم وفي دبي بالذات. هكذا مشاهدين الأعزاء نعود إلى المراكز الأولى، نتقدم ونسير هناك مع المركز الأول اللي مسيطر بل اللي منفرد من البداية.
من البداية يا محمد بن راشد بن تريس، يا بن تريس يا الظاهري، راعي مبعد، راعي مبعد اللي مبعد عن 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 الزمول حتى هذه اللحظات، مبعد عن الزمول حتى هذه اللحظات. بن تريس الظاهري في قيادة الشوط وهو بالمركز الأول، ولكن الشوط يحمل الكثير، يعني توقع التنافسات وتبادل المراكز والكثير من الحماس بهذه الأجواء الجميلة والقائمة في هذا المساء وفي هذه الظهيرة. ما شاء الله تبارك الله. نعود إلى المركز الثاني لنكمل ندانا ونتابع العشر المراكز. مياس رقيط بن سيب بن رقيط الأغفلي يأتي على المركز الثاني. ما شاء الله حشيم غير من موقعه، انطلق حشيم علي بن ناصر بن عبيد الدرعي على المركز الثالث. المركز الرابع وهذا الزعفران علي بن محمد بن مطر بن هلال الكيبالي أيضا تقدم إلى المركز الرابع في هذه اللحظات. المركز الخامس وهذا خامس المراكز يأتي في صياد عوض بن خويت بن بخيت العامري يتقدم على خامس المراكز. أما المركز السادس مهيض محمد بن سيب بن مايد المزروعي يقدم مهيض. المركز السابع أشوف الانطلاقة، أشوف التحديات، واصل شاهين سالم بن مبخوت المنهالي يأتي في هذه اللحظات. أما المركز الثامن شباب في المركز الثامن محمد بن سعيد المر الكتبي يأتي في هذه المري الكتبي في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع. المركز التاسع تاسع المراكز في هذه الانطلاق الفارس حمود بن محمد بالحوتة العامري. والمركز العاشر بن بروك الحميري يتقدم في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع شاهين خالد بن سعيد بن بروك الحميري. هذه العشر المراكز مرة ثانية ذعتها على حضراتكم مع الزمول ومع الانطلاقة. غادرنا 3 كيلومترات حزام القابات، ولا وصلنا قربنا من 3 كيلومترات. عموما على كل حال هكذا مع انحناء الميدان والمسار في هذه الانطلاقات في هذه التحديات الجميلة. الندى الثاني للعشر المراكز، ولكن الزمول متقاربة من بعضها البعض. هذا دليل على التنافس، دليل على الأثارة، دليل على المتابعة، دليل على التركيز والمسايرة من المضمرين. يا سلام، هذه العشر المراكز الأولى عودة مرة ثانية إلى المقدمة. أعود إلى المركز الأول. نعود مع هذا الشوط مع هذه الأمسية نقطف المرموم ثمينة وغالية أمنية كل المشاركين في هذه الانطلاق. نعود إلى المركز الأول نتابع مبعد محمد بن راشد بن تريس الظاهري يتقدم. الظاهري على مقدمة الشوط يقود المسار حتى هذه اللحظات، بينما المركز الثاني ثاني المراكز يتقدم في وياتينا حشيم علي بن ناصر بن عبيد الدرعي يتقدم على ثاني المراكز. المركز الثالث وصل شاهين سالم بن مبخوت المنهالي يأتي في هذه الانطلاقات في هذه التحديات. المنهالي على المركز الثالث. المركز الرابع مشاهدي العزاء زعفران علي بن محمد بن مطر بن هلال الكيبالي على المركز الرابع في هذه اللحظات، هذه الأربع المراكز. ولكنه
اوه يا هذا السيل، اوه يا هذا الكم. الصياد ايضا يقود المجموعة الاخرى وهو في المركز الخامس. الصياد الصياد ياتي مالك الصياد مشاهدي العزاء عوض بن خويتم العامري، وكل الجماعة قادمين وواصلين. شاهين ايضا واصل متقدم، عبد الله بن بطي بن محمد الدرعي خلاص اعود مع المراكز الاولى، مع المراكز الاولى، مع الخمس المراكز الاولى، ومع حشيم اللي في مكان الحشمة، اللي في مكان الزعفران، اللي في مكان الناموس. حتى هذه اللحظات يقود المسار، يتحدى المنطلقين علي بن ناصر بن عبيد الدرعي مع حشيم بالمركز الاول، بينما المنهالي ياتي على المركز الثاني على الانطلاق. شاهين 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 على ثاني المراكز، سالم بن مبخوت بن عفش المنهالي، سالم بن مبخوت بن عفش المنهالي يتقدم على المركز الثاني، على المركز الثاني في هذه الانطلاقات. المركز الثالث شوف اللي وصل اول من نادى اليبهوني اللي مع الشارد مطر بن سهيل اليبهوني الظاهري، من انطلق مع هذا المهرجان بانجازات جميله ورائعه للغايه اليبهوني. الله 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 الله، بدأت الأمور. غادرنا الكيلو الأخير، بل غادرنا 800 متر. انطلقنا مع بن عفش المنهالي، مع المنهالي على مقدمة الشوط على المركز الأول، بينما المركز الثاني اليبهوني على المركز الثاني والدرعي على المركز الثالث. الحميري الحميري مشاهدين العزاء يأتي على المركز الرابع والمركز الخامس، أيضا اسم جديد بن ذيع الشامي مبارك بن ناصر بن رميل العامري. ولكن أعود إلى المنهالي واليبهوني، المنهالي واليبهوني على المقدمة على المركز الأول. اليبهوني أسلم على أهل مدينة العين، أسلم على اليبهوني بهذا الانطلاق وهذا الاندفاع، مع هذه الانطلاقة مع هذا الاندفاع. ولكن عاد مرة ثانية حشيم، حشيم الدرعي، حشيم الدرعي، ولا اليبهوني، اليبهوني اليبهوني، وأيضا الدرعي، الدرعي حشيم، حشيم ولا اليبهوني مع الأمتار الأخير اليبهوني. تهانينا على هذا الفوز، بينما المركز الثاني حشيم علي بن ناصر بن عبيد الدرعي، والمركز الثالث، المركز الثالث من وصل فيه لحمد بن صالح بن علي الحميري. المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام لمبارك بن ناصر بن رميل العامري. المركز الخامس، المركز الخامس مع المنهالي اللي نافس من البداية في شاهين، سالم بن مبخوت بن عفش المنهالي. هكذا كانت النتيجة. بنعود وبنتابع التوقيت الزمني في مساري هذا الشوط وانطلاقاته. بنشوف التوقيت على شاشة التلفزيون، 12 دقيقة 47 وثلاث أجزاء من الثانيات. هانينا الذي حظى بالناموس الشارد مطار بن سهيل اليبهوني الظاهري. المركز الثاني 12 دقيقة 47، 6 أجزاء من الثانية. حشيم الدرعي الذي أتى في المركز الثاني، حشيم علي بن ناصر بن عبيد الدرعي. المركز الثالث 12 دقيقة 48 ثانية، 5 أجزاء من الثانية. مشاهدينا متابعينا الكراء، مريع مريع اللي حل في المركز الثالث، محمد بن صالح بن علي الحميري. هكذا كانت النتيجة، تهانينا للجميع مشاهدينا.